وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 557 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 170 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 90 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 532 قطعة سلاح ناري أبرزها 46 بندقية و40 بندقية آلية و22 مسدساً و424 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و40 خزينة، إضافة ل1296 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 367,426 حكما قضائيا، من بينهم 1,303 حكم جناية و138,706 حكم حبس و175,185 حكم غرامة و52,000 و232 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهما قاموا بارتكاب 33 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 38 حادث ما بين حريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 49 متهما، وتم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2056 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2259 متهما، من بينها أكثر من 1595.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 3597.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين قاربت 141 كيلوغرام وضبط ما يزيد عن 34.5 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى أزيد من 78.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 28,324 قرص مؤثر و17,137 قرص ترامادول مخدر وعدد 1010 قرص كبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 156 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه
5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 65 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.